عشان سوا بيكون 5 سنين. ايوه عشان تقدر اصلا. زين اوكي تشوفوها المحاضره طويله، بس ترى يعني انا قايله لكم اياها من اول محاضره، الحكي ينعاد وكل مره باسلوب شكل. وكلمات مستعمليها مو كلمات صعبه، يعني مو كلمات سهله، مستعمليكم كلمات صعبه يعني. بس من تجي عليها المحاضره ان واحد يشرحها ويشوفها مو صعبه. اوكي اليوم محاضرتنا This is lecture 4 about classification of children cooperative behavior. راح يقسمون ال cooperative behavior. The classifications عندنا هنا راح يكون اول شيء according to age، حسب العمر. يقسموه الى قسمين حسب العمر، اللي هو ال pre cooperative وال cooperative stage according to age. هاي نمبر 1. ال pre cooperative شو وقت يكون؟ يكون أقل من عمر سنتين. ليش حسب العمر أقل من سنتين؟ يعني هو بعد ما يفتهم بالعمر هذا، ما يقدر يسوي كوميونيكيشن وياه. والثاني أنه هو الكوأوبراتيف ستيج اللي هو فوق السنتين. هاي مفهومه صحيح؟ زين. هسه راح يجي ياخذها بالتفصيل حسب الايج جروب. فبال 2 years old children بهذا العمر عندنا طبعا اللي احنا نقدر اللي قلنا عليه انه البري كوبريتيف ستيج، هنا راح يكون ديفيكولت علينا انه نقدر نسوي كوميونيكيشن وياه. بالثلاث سنوات 3 years old children هنا راح يكون التعامل ويا الكوميونيكيشن اسهل من عمر السنتين. اوكي لانه الادراك مال طفل، الطفل ده يكبر فادراكه راح يكبر بنفس الوقت. هنا ايش يحتاج الطفل؟ يحتاج انه بس يكون البارنتس يكونون موجودين وياه. زين بعمر الاربع سنوات بهذا العمر الطفل راح يبدي ينتبه اكثر، ويبدي بعمر الاربع سنوات طبعا هو راح يدخلون روضه وكذا فادراكه اكثر، فيبدي يريد كل شيء with explanations، فيريد تشرح له بهالعمر. And verbal direction صوتي، انت توجهه توجيهات تكون صوتيه، تعطي verbal direction بس كل شيء with explanations. بعمر الخمس سنوات هنا اذا البيرنتس حضروا لنا اياه prepared قبل ما يجي للدنتال كلينيك فراح يكون سو كوبريتيف، يعني يحتاج انه بريفريشنز قبل ما يوصل للكلينيك. بعمر الست سنوات بهذا الايج راح يكون التنشن التنشنالز مانيفستيشنز ات بيك. بعمر الست سنوات هذا العمر راح يبدي، شوفوا انتم كل ما الانسان يكون اكثر ذكاء، هاي بالمحاضره رقم 3 راح تلقوها، كل ما يكون مور انتليجنس كل ما راح يقوم يشعر بالفير اكثر بالخوف. زين ليش؟ لانه يكون انسان يعني يقوم يبدي يفكر ويبدي يحلل الامور، فبالتالي راح يخاف اكثر. فهنا عندنا تنشنال مانيفستيشنز بالبيك بس السنوات، لان الطفل بدا اكبر. ف بنفس الوقت لازم احنا نشرح له الامور قبل ما نبدي، قبل ما ابدي وياه اشتغل اشرح له كل شيء بالتفصيل حتى لا يخاف ويكون كوبريتيف ويانا. التقسيم الثاني راح يكون according to clinical، يعني هو clinical classification. اقسمه من يجي البيشنت يدخل بالكلينيك على هذا الاساس. اوكي clinically ايش راح يعطيني من البيهيفير، بحيث راح ينقسم الى كوبريتيف ولكن كوبريتيف وبوتنشالي كوبريتيف. هسه راح نجي نشرحها كل وحده بالتفصيل. هنا يقول انه when a child being examined cooperative behavior taken into account، طبعا هذا الشيء مهم كلش بالتريتمنت مالتي، من اسوي كوميونيكيشن ويا تشايلد ويعطيني behavior يكون good behavior وpositive behavior، بالتالي اني راح اقدر اشتغل يعني نشتغل مرتاحين. اوكي واحصل على يعني الكواليتي بالشغل. اكثر الاطفال يعني اللي يشوفها حسب نام يعني حسب الريسيرش
يقول انه نمبر 1 اللي هو الكوبريتيف. هذا ايش راح يشوف من عنده؟ ريزونيبل ريلاكس زين، يعني بشكل معقول، يعني ما نتوقع يكون كلش بس يكون ريزونيبل ريلاكس ومينيمال ابريهنشن، يعني خوف ما تكون قليل، اند انثوسياستيك يعني يكون اكزايتد، نقدر يعني يكون هو جاي متحمس للموضوع. اوكي، they can be treated by straight forward behavior shaping approach. هاي الطريقه يعني يكون straight forward، هو راح يجي قاعد ومرتاح، وانت راح تكون ايضا مرتاح بشغلك. Lacking in cooperative ability. هنا شنو يعني مختصر مفيد الذولة؟ انه هو يقدر يتعاون وياك اوكي، بس لا العفو، ذولة lacking in cooperative ability، ذولة هم اساسا ما يقدرون يتعاونون ويانا، يفرق عن البوتنشالي. ذولا اللي هم ينقسمون جروبين، اللي هم الفري يونغ تشيلدرن اللي اعمارهم كلش صغيره، اللي قلنا مثلا بلو 2 years old، هذا ما عنده قابليه انه يسوي كوميونيكيشن، هو اساسا هاي هو اساسا ليكينج الكوبريتيف ايبلتي. والمجموعه الثانيه اللي يكون عندهم فد سبيسيفيك ديسابيلتي كونديشنز، مثلا المنتال ريتاردد او اي سبيشال نيدز. اوكي، فذولا شو يحتاجون؟ يحتاجون فد سبيشال بيهيفير مانجمنت تكنيكس. ذولا مو بيديهم زين، لكن كوبريتيف ايبلتي هذه خارج عن قابليتهم. البوتنشال كوبريتيف اللي هو يعتبرون بيهيفير بروبلم، هاي المجموعه هو يقدر يتعاون وياك زين، بس هو ما يريد. ذولا اكثر الاطفال صراحه اللي احنا نشوفهم بالكلينيك هم من هاي المجموعه. هاي بالنسبه لنا يعني من الاكسبيرينس مالتنا وبدنا نشوفها بالكلينيك، احنا ليش نخاف اصلا من الاطفال؟ هو شوفه طبيعي ما بيشي، ولا هو اقل من سنتين، ولا هو مثلا يعني هو مو ليكينج الكوميونيكيشن ايبلتي، ولا هو مثلا عنده فت مشكله منتال ريتاردد او سبيشال نيد او كذا زين، بس هو ما يريد مزاجه زين. This is the most challenging and the most common patients. Okay, the child can be modified. أقدر أني أغيره. ذول potential cooperative أقدر أني أيضا نقسمهم إلى تقسيم آخر اللي هو uncontrolled و defiance، العدائي، التيمد، اللي هو الخجول، and the whining. الوينينج هذا اللي يون طول الفترة ما إحنا نشتغله، and the tense cooperative behavior. هاي التقسيمات كلها ضمن التقسيم الأخير اللي ذكرنا اللي هو potential cooperative. أول شيء ال uncontrolled behavior. ال uncontrolled هذا أشوفه من عمر 3 إلى 6 سنوات. ماشي؟ إيش وقت يعني ال tantrum يعني يقصد بها النوبة مالته مال الغضب. تبدي أحياناً مو هو من دخل لي الكلينيك. مرات هو بالريسبشن ومرات هو من البيت يجيبوه أهله. زين وهو يبكي. شنو يعني الاشياء اللي نشوفها عليه؟ تيرز واللاود كراينج، فليلينج، يعني يبدي يضرب بايديناته وبرجليناته زين، يصرخ. هاي الحاله قلنا انه من عمر 3 الى 6 سنوات، بس اذا صارت بالاولدر ايج بالاعمارهم اكبر زين، فهي معناها فد عندهم فد ديب روت، يعني عندهم فد هيستوري reasons اكو سابقه لهم اذا شفناها بالاعمار الاكبر. الديفينس بيهيفيرز اللي هو تشالنجينج وان، هذا عدائي. اوكي، يعني اذا يشوفون الناس صوره يقول نو 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 نو، يعني هو من انت يعني تريد تسوي له تريتمنت يقول لك اي وونت، اوبن يور ماوث نو، هذا هو عدائي. هذا العداء can be found in all age، كل الأعمار. More typical in elementary school group، بالمدرسة نشوفه أكثر شيء. شلون أميزه؟ إنه I don't want، I don't have to، I won't. Once won over these children frequently become highly cooperative. إيش وقت ما أنت تقدر تتغلب عليه مرة واحدة زين، اشتغلت له، قدرت هو رأسا راح
يعني راح يجي ويانا. اوكي، وهاي اكثر شيء خصوصا الصير اذا الاهل جايبيه مو بارادته، يعني هو من البيت قايل لهم اني ما اريد اروح، اوكي، فجايبيه غصبا ما عليه، فيبين هذا البيهيفير مالته اللي هو الديفيرنت بيهيفير يطلع لنا اياه. انه التمد بيهيفير، التمد بيهيفير يعني الخجول، هاي اكثر شيء نشوفها عند الفيميلز. اوكي، they hide their faces by their hands، يغطون وجههم بايديهم. if they are managed incorrectly، اذا اني غصبتهم على الشغل او يعني مو مساله انه نغصبها او اذا ما عرفت شلون اني اتعامل وياهم، فبهالحاله راح يتحولون الى منو؟ الى uncontrolled. الجروب الاول اللي ذكرناه من الثلاثه اس السنه يتحول الى uncontrolled. فاني ذول احنا نقدر نتعامل وياهم ونحاول نتعامل وياهم بطريقه صحيحه. Maybe from I هو شلون صار هالشكل تمت. This is أما مثلا من over protected by their family، زين، أو مثلا يكونون يعيشون يعني ب area having little contact isolated area or also have little contact with strangers. هذا الشيء يحتاج إلى gain self confidence، يحتاج إنه أني أحكي وياه وأسوي communications وياه، هاي الايد اللي خالها على وجهها اوخرها، احكي وياه، اخذها على صفحه كوميونيكيشن حتى احوله يكون مور كوبريتيف وانطيه فد كونفيدنس بنفسه، ولا هو يريد يتعاون بداخله، فما اني ما احوله لانه اسويه ان كنترول. التقسيم الرابع اللي هو التنس كوبريتيف بيهيفير، اللي هم يكونون يعني اذا ناخذها حسب الايج فهم اكثر من 7 سنوات عمرهم. التنس كوبريتيف بيهيفير هذا هو ده يحاول انه يتعاون وياني، فشن نشوفه يضغط على نفسه، تنس يسوي تنشن على نفسه، يضغط على نفسه اي اوبجكت يمه يضغط عليه، يعني يضغط مثلا على تشير او اي شيء هو يريد يتعاون وياني. اوكي، بس يكون انكزياس كلش خايف وقلق، يعني قلقان. يصلحوا له وايت نوكلس، هاي الوايت نوكلس يعني المفاصل اللي تكون بيضة ماكو من الضغط، يضغط على الاوبجكت فتصير تترك علامات وايت. اوكي، بجسمه. This patient accepted treatment but are extremely tense. Tremor may be heard and when they speak borderline behaviors، يعني حتى من يحكي نحس انه صوته يرجف. هذول يعتبرون borderline behavior، يعني قاعد على اعصابه. اوكي، بس هو خطير يريد يتعاون. الوينينج بيهيفير هذا اللي ونون، انه هو without tears. اوكي، ما عنده pain، no pain no tears، هذا بس نسمعه يعني هاي الونه مالته. اوكي، وهذا يكون كلش annoying للدنتال تيم على طول الوقت، لا دموع لا شيء ولا ألم، بس هو يونون. أي يونون طول ما إحنا نشتغل له. They do not prevent the treatments. Okay, but whine throughout the procedures. A great patience is required. هاي إحنا إن يعني إنه لازم شوية تتحملوا تكونوا صبورين. التقسيم الثالث اللي هو اسمه الفرانكلز بيهيفير ريتنج سكيل، مقسميها حسب الريت، ريت 1 2 3 4. ريت 1 انه يكون ديفينتلي نيجاتيف، اللي هو مثل اللي هذا اللي يرفض التريتمنت لايك الديفينس بيهيفيرز. انا كل واحد ومطيكم عليه مثال، رابطيه بمثال من التقسيم السابق. فاول شيء ديفينس بيهيفير، ريتنج 2 اللي هو النيجاتيف، النيجاتيف اللي هو يكون يعني متردد، زين، انه يقبل التريتمنت. مثل ايش؟ مثل عندنا التمد والوينينج بيهيفيرز، هذا يكون نيجاتيف. ريتنج 3 اللي هو البوزيتيف، هذا اللي اكسبتنس اوف تريتمنت، اللي قابل بالتريتمنت. مطينا امثله عليه اللي هو تنس كوبراتيف والتمد والوينينج بيهيفير. زين، ريتنج 4 اللي هو ديفينتلي بوزيتيف،
اللي هذا احنا طول ما نشتغل له هو يضحك ويتجاوب ويانا. فهسه صار عندي اربع تقسيمات. التقسيم الاول الديفينتلي نيجاتيف، هذا رافض الموضوع اساسا، اللي هو قلنا الديفينس. اذا تلاحظون ريتك 2 3 النيجاتيف والبوزيتيف بها اشياء مشتركه، يعني بيهيفير مشترك. ريتنج 2 قلنا النيجاتيف اللي هو يقبل لو اقبل لو ما اقبل، ماشي، اللي هو التمد والواينينج الخجول، واللي كنا عليه اللي ولول. ريتنج 3 البوزيتيف اللي هو قابل للتريتمنت بس ما اقدر عليه اقول ديفينتلي بوزيتيف. مثل ايش؟ تنس كوبرتيف، هو ما قاعد يضحك، هو ضاغط على نفسه، فهذا خلوه رقم واحد. رقم اثنين خلوا وراء التمد، وثلاثة الواينينج بيهيفير. ليش؟ لأن ذولا صاروا على النيجاتيف وصاروا هم على البوزيتيف، أوكي، فجمعوهم. بس أبو التنس ما خلوه على النيجاتيف لأن هو يريد، فخلوه على البوزيتيف، أوكي. الريتينج فور الديفينتلي بوزيتيف، هذا هو ديفينتلي، يعني يجيك هو رغبته. سووا تعديل على هذا، سووا موديفيكيشنز، خلوه بشكل سامبلز بعام 1975 باي رايتس، فما كان ما يعني يكون كتابه، فصار بشكل علامه انه ريتنج 1 ديفينيت نيجاتيف، خلوه 2 اشارات نيجاتيف، اوكي، ريتنج 2 نيجاتيف وحده، ريتنج 3 بوزيتيف اشاره وحده بوزيتيف، ريتنج 4 ديفينيتلي بوزيتيف اشارتين بوزيتيف. هاي سهله، مجرد انت تعرف التقسيمات الريتنج الاساسيه ذني راح انت تخليها. زين، نجي على الاستراتيجيز اوف ذا دنتال تيم. احنا كنا نعرف انه هو الهدف والاوبجكتيف من الدنتال بروسيجرز انه ليد تشيلدرن ستيب باي ستيب، اخليه انه يتحول بيهيفير مالته بوزيتيف. هذا هو الغرض من الكوميونيكيشنز مالتي، شويه شويه اخليه حتى يتحول والاتيتيود مالته تتحول تكون بوزيتيف، وبالتالي احصل اني على جود مانجمنت. A full understanding and conscious implementations of strategies can lead to improvements in child management skills. يعني اني كل حكي علينا احنا التيم، كل ما نفهم الموضوع اكثر مال كوميونيكيشنز، وكل ما يعني هذا راح يعطيني فد امبروفمنت بالتشايلد مانجمنت سكيلز، مهارات عن شلون اسوي مانجمنت للبيهيفيرز اوف ذا تشايلد، اوكي، which is طبعا هي اكيد كومبلكس بروبلمز ذات ريكوايرز ا تيم ايفورتس انفولفينج. هذا التيم ايش يشمل لي؟ يشمل لي البارنتس، ويشمل لي الدنتال ستاف، ويشمل لي ايضا بعض الاحيان التيتشر. نجي هسه على البرنسبلز اوف بيهيفير مانجمنت تكنيك. هذه برنسبل ثابته بكل انواع الميثودز اللي راح يذكرها، هو ذاكر اول شيء البرنسبلز وبعدين يبدي يتطرق على الميثودز مال بيهيفير مانجمنت. هاي البرنسبل راح تلقيها ثابته، اني باي طريقه اني استعملها اني عندي برنسبل ثابته. اول شيء الانتسيبيشنز، معنى كلمة الانتسيبيشنز يعني توقعات، او المهم انه بالانتسيبيشنز هذا اول برنسبل عندي، انه احنا لازم اكسبلينينج البروسيجر اند انسرينج ذا كويستشنز. اني اشرح للطفل، اشرح له اني كل الاشياء اللي راح اشتغل ليها راح اسوي ليها. زين، يعني مثلا احنا بنيجي عندي بالدنتال كلينك وقاعد على التشير، اشوف اوكي يعني هو زين عنده صعد وقعد، فاني بالتالي راح ابدي اتعامل وياه، احاول اسوي كوميونيكيشن بهالحاله. كل الاشياء اللي موجوده عندي على تراي اني بالنسبه لي اقول له هاي كذا، يعني ابدي اشرح لي اياه. بس شو طبعا كلمات تكون سبستيوشنز، يعني مو مثل حقيقه، يعني افصل شيء مثلا اتشنج اقول له هذا صمغ، اوكي، هيك نبدل بيها. فاني اشرح له انا راح اسوي هيك وراح اسوي كذا وكذا، حتى من احرك التشير. المهم هذه الطريقة يصحوا لها tell, show and do approach. Okay. tell أني أقول له مثلا، أقول له هاي مراية أشيلها، ويا حبذا لو كانت اللي يعني تكون ملونة أشيلها وأراويه هي وأقول لها هاك الزمها. هاي شو راويت هي وش قلت لها هاي مراية وراويت هي، وبعدين هاي كلش هاي تبقى وياكم
كل ما تعاملون الطفل هاي كلش مهمة النظرية. أنا بدو أقول له أسلم شوف التباوع بها أسنانك ورأسه وراها يعطيني إياها ويفتح يعني ماوث مالته. الطريقة الثانية هي الدايفرجنت، أني أحول انتباهها من أنه يظل خايف من شيء معين. مثلا أقدر أني أستعين مثلا بأوديو، خلي أوديو على إذنه، أو مثلا أشياء فيديو قسم من عندهم حتى هم الأهل يعني منتبهين على هذا الشيء، يفتحوا له موبايل أشياء اللي هو يحبها، ألعاب أو شيء من أني أشتغل له. أو إحنا نقدر نجيب تي في وخليه قدامه وأفتح له مثلا كارتون أو أي شيء ثاني بحيث نسوي له دايفرجن. Substitutions, substituting the unwanted behavior by accepted behaviors. مثلا يعني for example modeling. احنا قلنا انه substitution المهم انه انا شنو عندي اغير البيهيفير مالتي. اما مثلا substitutions بالwords انه انا من ابدل كلماتي، ما استخدم كلمات مثلا تخوفه زين، او مثلا مثل ما قلنا انه غير الاسماء مال انسترومنت مال الماتيريالز اللي استعملها وحتى البروسيجر زين. او مثلا اجيب له موديل، نجيب فتوي لعبه واجيب وياها برش واقعد اني اسوي برشين قدامه لها او اشتغل لها، اجيب التربين فبهالحاله ما راح يخاف. هذا الشيء هاي كلها اشياء تساعد انه راح يقعد ويتعاون وياي. نمبر 4 من البرنسبل عندي الريستريكشن يعني التقييد. Restriction the child from unwanted behavior. This can be achieved by من التقييد من ال unwanted behavior. أما يكون like physical restraint or pharmacological behaviors. Management technique. يعني أحيانًا أضطر حتى أنه يعني نقيد للطفل حتى نشتغل. أما physically اللي هو البابوس وغيرها، أو مثلًا أحيانًا أقعد ال parents. هما يلزمون ويخلون رجليهم يعني يخلوه بنصهم اوكي على جسمهم، والايدينات على ايديناته والرجلينات على يعني الفارس على رجلينات الطفل اوكي. فهذا يعني هو هم يحس بامان بحضن اهله، وهم بنفس الوقت هم لازم يليه. وهذا فيزيكال او فارماكولوجيكال بيهيفير. مرات نستخدم يعني كيميكالز او دراكس زين فور انه البري مانجمنت. حتى النيتروس اوكسايد هو يعتبر فارماكولوجيكال زين، انه اي كيميكالز راح يدخل بالموضوع يعتبر فارماكولوجيكال. مانجمنت تكنيك طبعا احنا عندنا تو تايبس اوف تكنيك اللي هي الفارماكولوجيكال والنون فارماكولوجيكال. هذا الحكي اللي احنا بدنا نحكيه كله هذا النون اوكي. اي شيء يدخل به هاي هي non-pharmacological والpharmacological two methods of behavior management. كل الـ principles اللي حكيناها قبل شوية تنطبق عليهم اثنيناتهم. الـ non-pharmacological management methods راح يبدي تقسيماته. أول شيء الـ pre-appointment behavior modifications، إنه قبل ما يجي الـ appointment يسوي له modifications behavior مالته. وبيهيفير رقم 2 البيهيفير موديفيكيشن تكنيك. البيهيفير موديفيكيشن تكنيك زين اللي هاي تعتمد علينا احنا بها كلاسيفيكيشن اللي هو الاي الكوميونيكيشن، البي الهاند اوفر ماوث، السي بيشنت اموبلايزيشن اوكي. هاي البيهيفير موديفيكيشن هاي هسه يمنا اول شيء البري ابوينتمنت بيهيفير موديفيكيشنز. هاي ممكن تعتمد على حتى على الاهل، يعني هم اقدر ادخل بالبري بعدين نجي عليها زين. بس والنقطة الثانية behavior modification technique هاي من وصل يمي. أول شيء قسمة ثلاث أقسام، أول شيء communication والhand over mouth. مرات أضطر أخلي إيدي هاي بعدين هم نشرحها hand over mouth، لأنه يصيح ويبكي هاي أنا أسويها يعني أخلي إيدي على الماوث مالته وأحكي بإذنه غصبا ما عليه لازم يسمعني أوكي. أخلي إيدي وأحكي بإذنه وأقول له إنه مثلاً يعني ما راح أذيك، يعني هيك وهيك وهيك راح نسوي، أشرح له البروسيجر حتى يهدأ. يعني إذا تعوفه ويصيح قسم من الأهل طبعاً حتى على هاي الشغلة ما يقبل، يقول له خنكته. يعني هاي إحنا لازم كلها نقول يا الأهل قبل ما نمد إيدنا قبل ما نسوي أي شيء، إحنا ما خايفين طبعاً
هي على الماوث وده يتنفس من النوز. الطريقة الثالثة اللي هو patient immobilization اللي كنا أما هسه قبل شوية حكيناها أنه مثلا تكون by dentist و staff و parents or by devices. أما إحنا نسوي له يعني إحنا نلزمه أو عن طريق مثلا devices. نجي التقسيمات ال communications اللي هي tell, show, do, technique, modeling. زين عندنا contingency management, positive and negative reinforcement, destruction, voice control. هاي بعدين كلها راح نعم بالتفصيل. Non-verbal communication and desensitizations. عندنا بعد محاضرة الخامسة راح تكون behavior shaping. زين هسه راح نحكي على pre-appointment behavior modifications. It referred for anything said or done, أي شيء يعني يقال أو يفعل to positive influence on child behavior before the child enter the dental operation. قبل ما يدخل أي شيء يعني نقوله زين أو أي شيء نسويه قبل ما يفوت للدنتال كلينيك سواء إحنا أو الأهل. Various methods used. مثلا الـ audio visual aids, letters, forms and video tabs. هذه من ضمن المثلث اللي نستخدمها. هسه راح نجي ايضا نشرحهم. Many dentists allow children into the operatory with parents to preview dental experience. نعم شنو معناه؟ واحدة من الطرق اللي نستخدمها يعني مو رأسا نشتغل للبيشنت. مثلا نسوي في الابوينتمنت مسبق. يجي مثلا البارنتس واحد من عندهم نشتغل له احنا على الدنتال شير هو يكون موجود الطفل بالغرفه ورا ما ينزل تشوفه انه هو طبعا راح يشوف الفادر او المادر شلون انه متقبل الموضوع وكذا وما تخاف وراح نبدي احنا نشجع على الموضوع حتى يبدي هو يصعد على الشير لان يعني يعرف مو الى الشغل فيصعد على الشير وهاي يكون كمقدمه هذا يعتبر هذا يعتبر موديل هاي نوع من انواع الموديل زين موديلنج خلينا البارنتس مالته موديل له هاي ايضا وحده من غير الفيديو غير الاوديو زين فهذا يعتبر اكسنت موديلنج اوبورتونيتي فشنو الاشياء اللي راح استفاد من عندها اني من هاي الموديلنج بروسيجرز اللي سويتها اول شيء ستيميليشنز للنيو بيهيفير راح اخلق عنده فد نيو بيهيفير اللي يكون هو بوزيتيف فاسيليتيشنز اوف بيهيفير ان مور ابروبريت مانر يكون البيهيفير مالته بطريقه تكون appropriate بشكل بحيث يناسبني inhibitions of inappropriate behavior يمنع طبعا هم حتى كاتبينكم dis inhibition يعني هو بما معناه هو inhibition شويه مستعملين لكم كلمات يعني بس انتم اخذوا من تقرون محاضره زين اخذوها بطريقه سلسه انتم تقدرون حتى تغيرون الكلمات يعني ثاني مثلا بدلتكم يا مكمل dis هو inhibition زين لل inappropriate behavior and extinctions of fears يعني انه prevent the fear okay او نتخلص من الفيرز اللي عندنا واكو ايضا pre appointments parental educations by mailing عن طريق الميل نبعث لهم ميل record message سجل مسج وادزله لهم او ويب page. It is called a pre-appointment mailing. فهذا أيضا يفيدني. أما مثلا نخليهم model parents أو مثلا هاي من ضمن يعني the pre-appointment أو يعني ندزلهم فد mail بفد instruction تعليمات للأهل أنه إحنا كذا كذا راح نسوي أطلب من عندكم كذا كذا أنتوا تتعاملون وياه بالبيت. إنزين. The parents can be given advice to prepare the child for the first dental visits. انت شو وقت ما تحصل على good communication ويا child واشتغلت ويا first visit بطريقة حلوة هذا راح يبقى طابع بباله ورا هو راح يجي يعني من وحدة راح يجي يتعاون وياه يعني انا قبل اسبوعين اجاني طفل يعني يبكي من برا اوكي يبكي وما يقبل وخال ايده على الماوث مالته ف بهالحالة من نبدي حتى التريتمنت أنا ذكرتكم يوم محاضرة لكتشر 3 موجودة يعني ويفضل أنه يجون صوت نسأل الجمهور
شو أي لابتوب أنت أصلاً؟ هذا اللابتوب بمشكلة؟ طفى اللابتوب مو يكتورة؟ وقفه؟ لا بين البشت اللي جات تعبت ولهذا طلبها وما أكثريتهم هيك سبب ما يفتح اللابتوب نحكي شوي على البيشنت اللي كتبت عليه المهم يعني الفيرست فيزيت الفيرست فيزيت يعني يفضل يكون فور تشيك اب افضل ما يجي على تريت فلذلك مثلا من يجي انه هو يعرف عنده مشكله بالبيت راح يجي ما يتعاون وياك يعني. ويفضل انت من تبدي وياه تريتمنت تكون تريتمنت سمبل فاني اول شيء بديت وياه استخدمت له بارنش فلورانس وهم بالقوة يعني يعني من تعاملت وياه انه حتى اقنعه او كذا انه هذا مجرد طبو راح هشوفه اشتم ريحته ما بي شيء هذا مجرد راح اني امشي على اسنانك افرش فيه اسنانك كذا حتى يتفاعل وياني اجاني بالفيزت الثانيه صراحه ما يعني ما عرفته اجاني فت بوزيتيف بيهيفير يعني حس انه ماكو شيء فبالسكند فيزت من اجى اشتغلت له اهم اشتغلت الاشياء هو عنده يعني عنده كيريز و عنده رامبنت كيريز اصلا عنده واحد من اسنانه بي بري ابيكال ليجن بس وداوت بين ما جاي هو على تشيف كومبلين من عنده زين فالفيزت الثانيه اشتغلت له فيشر سيلنس هون شنو شايله هم ليتحول بس الثقه التراست اللي انبنت بينه وبينه يعني انا اول شيء قلت له من شافه قال هاي ابره اوكي من شاف السرنج مال الاتشين قال هاي ابره قلت له مو ابره شوفها وخليتها على اظفري اني على اصبعي راويت لي اياها الاول زين فقلت له هذه مو ابره اقتنع قلت له انا كذبت عليك بالمره الاولى ما فمن اكو تراست يكون بينك وبين البيشنت يقعد زين يعرف انه اني ما كذبت عليه وقلت له ما راح اذيك لانه الفيشر سيت اللي اريد اشتغله اني احتاج دراينس يعني لازم يكون متعاون وياي جيتي مرة بيشنت عندي هانديكاب فرايحة أربع أطباء أسنان قبل ما توصل لي بنفس اليوم أربعة زين قبل ما توصل لي فشوف الكوميونيكيشن إيش قد مهم من وصلت يمي بنفس اليوم أنا اشتغلت لها فأول شيء طبعا تبكي هي ويعني قوية يعني يكونون خصوصا هم الهانديكاب تكون مش قويين زين بس اني وصلت يعني وصلت الى مرحله وياها شنو قعدت اني قعدت يمها سوي كوميونيكيشن وياها من قعدت اني قعدت وياها وحكيت وياها ورا شويه قالت لي اردي اقعد على الجهاز هي اللي طلبت اوكي تحولين هنا اسم حتى اسمها عائشه اي اريد اقعد هنا فحولتها
بيجلس على fundamentals of behavior guidance اللي هو الأساسيات. Behavior guidance is which by means that dental team effectively and efficiently perform treatment to the child. يعني أهم شيء عندي شنو؟ مو بس أسوي له شغل وإنما يكون with quality. هاي أنت بهالحالة راح تشتغل له إنه هو جايك وعنده chief complaint وchild زين وقدرت تسوي له يعني behavior management وهم قدرت تشتغل له chief complaint وهم يعني بنفس الوقت with quality. اوكي هذا يعني اوكي هذا طبعا افضل ما يكون. اول شيء من الفاندمنتالز بيهيفير جايدنس هو البوزيتيف ابروتش. البوزيتيف ابروتش انه الاتيتيود اور الاكسبكتيشنز اوف دنتست كان افكت الاوتكم اوف ابوينتمنت. فعلا كل ما يكون الدنتست هو حتى بحياتنا العامه الانسان كل ما يكون نظرته تفاؤليه كل ما الريزلت اللي راح تطلع نشوفها تكون أفضل. The positive statements and create the success with children. يعني أنا مثلا مو أشوفه يبجوها أقول له أنا ما أقدر أني أشتغل له يعني بلا من أقول له الموضوع كله سهل وهسه شوف إحنا كبار نفسياً إذا تفوت على physician من راح يعطيك عبارة positive أنت تطلع مرتاح وإذا أعطاك عبارة negative زين أنت أصلاً حتى لو ما بيك شيء راح تطلع مريض. فهاي وحدة positive approach. اثنين the team attitude. The team attitude اللي هي the beliefs وال attitudes مع التيم نفسه. إذا كان متعاون إذا كان لا. The personality factors of dental team play important role in success of behavior management. Okay. The pleasant smiles tell the child that the adult is care. طبعا هاي والعلاقه بين التيم نفسه متاثر ورفلكتس تو ذا بيشنتس من تبتسم لحنا ما خسرانين شيء داخل يعني اذا ابتسم لنا فانه من الطاوع لو تبتسم لحتى انه لو مو بالدنتل الكلينيك نفسها حتى لو مثلا انت ومار بالسنتر بالريسبشن انت وماشي ربتت على راسه او ابتسمت بوجهها يعني اي شيء فد اي كونتاكت كل هذه راح تعطيني that the children respond best with a natural and a friendly attitude. Organization, التنظيم. Okay, يعني each dental staff should be trained for his specialized work. كل واحد يعرف شغله. ويكون also aware organized written treatment plan must be available for the dental team. Treatment plan لازم تكون written مكتوبة. بحيث انه كل الدنتال تيم راح يجي يطلع الكارت مالته يعرف هذا شنو عند الطفل فمن اشوفه برا بالريسبشن او غيره اي هاي مسؤوليه يعني كل الستاف الموجودين اي واحد هو ماشي يقدر يسوي كوميونيكيشن وياه يعرف هو شنو عنده لهذا الطفل فالتنظيم والعياده تكون يعني لطيفه ونظيفه والستاف بنفس الوقت يكونون organized truthfulness اللي هي extremely important. من البيشنت تكذب عليه راح تفقد الثقة. هو يعني انه بعد ما يثق فيك. الاطفال مو مثل الكبار. الكبار ممكن يعني ممكن يشرح لك يقول لك انا قلت كذا لان كذا. الطفل ما عنده يعني لو وايت لو بلاك. هذا كذب عليه مرة خلاص انتهى الموضوع. من قلت له ما راح اضربك ابره زين وضربته ابره فبهالحاله انت كذبت علي نقدر احنا نسوي سبستيتيوشنز بدل ما اقول له ما جبت على الابره بدل ما اقول له راح اضربك ابره مثلا راح اقول له انا راح انيم سنك اوكي راح انيمه فبالتالي انا ما بكذب عليه tolerance طاقة التحمل important for dealing with children شوية احنا نكون صبورين وياهم حتى الاشياء المشاكل اللي تكون بالبيت it should not reflect on our job okay فطاقة التحمل تكون state of being calm and in control of your feelings or behaviors لانه يكون يعني هو انسان طبعا هي طاقة
انه مثلا راح يجي يبكي ويصرخ، اكو ناس ما تتحمل من يعني اقصد على الدنتال ستاف. اوكي، فشويه لازم يكون عندنا توليرنس اند فلكسبيليتي. الفلكسبيليتي خصوصا هذه لازم تكون with small children may demand a change in operating positions. For examples, مثلا يعني شلون الفلكسبيليتي مرونة بالتعامل وياهم. مثلا من اني اشوفه اني يعني كلش ان كوبراتيف، مكان ما اسوي شغلي بون ابوينتمنت اسوي تو ابوينتمنت، او مثلا العكس طبعا حسب الحاله انت قررها، او مثلا العكس. يعني شنو؟ انه اللي ممكن الشغل اسويه بتو ابوينتمنت اسويه بون ابوينتمنت وافض الموضوع احسن ما يتعذب مرتين. فهاي الشيء احنا نقرره اذا انا مسيطره عليه زين اشتغل هي وافضها، اذا ما مسيطرين عليه فبهالحاله نقدر نسوي مقسمه. Communication with children, communicative management used universally in pediatric dentistry, cooperative and uncooperative. طبعا هاي احنا مو انه اني اجي اشوفه هو cooperative اني ما ادير لبال زين ما اسوي communication، ترى ممكن يتحول ويصير uncooperative. Communication with all children, it comprises the most fundamental form of behavior management. فهو اكيد طبعا انه اني ضروري كلش اسوي في ريليشن شيب كوميونيكيشن. طبعا تشوفون كل ساعه نعاد بس كل مره بطريقه شكل يعيد لكم اياها، فهذا يكون كوميونيكيشنز وذ تشيلدرن اند اولسو وذ بارنتس حتى احصل على سكسسفول كومبليشنز اوف دنتال بروسيجرز. بنفس الوقت انه الطفل راح يكون عنده فت بوزيتيف اتيتيود توورد دنتال هيلث، هاي تبقى وياه طول العمر هاي بوزيتيف اتيتيود. Explanations must be given for each step of dental treatment. من أني أجي أشتغل حتى أني أتخلص من الفيرز، من الخوف اللي هو يلازمة زين، والأشياء اللي يكون بباله يعني يبدي يتهيأ أشياء وتصرفات يعني توقعات. يعني طفل يكون imaginations ما تواسع، فلذلك أني لازم أشرح لك كل شيء خطوة بخطوة. effective الفوكابيولاري يقصد به هاي الكلمة أنه الصوت. أوكي، الأشياء الصوتية الكلمات زي اللي هي نفسها يعني verbal is important aspect as the dentist must only use the words that are understandable by the child. من تحكي وياه احكي وياه بعبارات تكون واضحة، عبارات الطفل يفهمها. الكوميونيكيتيف مانجمنت از اوف ا هوست كوميونيكيشنز تكنيك which when integrated together enhance the evolutions of a relaxed patients. كل التكنيك هذه احنا نستخدمها زين هو حتى احصل على relaxed patients. Important aspect of communications is getting the child to respond to dentist comments. الطلب مال dentist. Okay. Two things must be remembered here. أول شيء ال comments لازم شيء يكون يعني ما أتوقع أنا من أنطي أمر أو طلب أطلب من عنده في الشيء للطفل ما أتوقع أنه رأساً راح يستجيب. ليش؟ يعني هو إيش راح يسوي؟ راح يأخذ يحلل بدماغه ويشوف شنو ايش يريد من عندي. اوكي، فما اتوقع انه راح يستجيب لي بسرعه. may take some time to think in and be implied وبعدين يطبقها فياخذ وقت. النقطه الثانيه the comment should be within the ability of child. من اطلب من عنده في الشيء لازم يكون ضمن قابليته للطفل، ما اطلب من عنده مثلا فد طلب انه هو ما يقدر يسوي for adults. And it should be to use positive language. شو اقصد بالpositive language؟ نعم؟ يعني اقول please can you اي ما
زين it should be to use positive language like please can you move your hand rather than use negative aspect like do not get your hand here. ما كان ما أقول له أني مثلا لا تخل يعني أعطي فد order قوي أنه لا تخلي إيدك هنا لا فد كلمات تكون لطيفة. Three most important facets of communications اللي هي source والmedium والreceivers. Okay, it reference dentist. The dentist is the source, with dental clinic is medium, with child is the receiver. واضحة مو صحيح؟ Source و medium, the clinic هي medium, with child هو طبعا المتلقي راح يكون عندي. If the dentist is good and confident and honest, dental clinic is neat, يعني أنيقة ونظيفة زين. فبهالحالة وطبعا تكون مليئة بالألعاب فبهالحالة راح يكون الكوميونيكيشنز از ويل مانجد أسهل الكوميونيكيشن راح يبدي يلتهي بالألعاب وهاي الأشياء كلها تأثر حتى تخلي يمك هدايا بالعيادة ممكن تراوي الهدية إذا أنت خلصت شغلك وكذا راح تاخذ الهدية كل شيء تعاملون. There are two ways of establishing communications عندي الverbal والnonverbal. الverbal هو الكلام spoken okay language to gain confidence حتى يعني تحصل على ال هم انت تعطي ثقة بنفسه وهم بنفس الوقت هو راح يعطيك تراست. والnonverbal اللي هو يكون like expressions هاي النonverbal هذه يعني هواية مثلا قبل شوي قلت لكم اياها ألزمة touch مثلا eye contact زين كلها هذه هاند شيك مكان ما احكي فهذه تكون نون فيربال. اوبجكتيف اوف كوميونيكيشنز عندنا اول شيء استابليشمنت اوف كوميونيكيشنز ماني وايز اوف انشيتينج فيربال كوميونيكيشنز اند افكتيفنس اوف ذيس ابروتش اوف ذيس ابروتش ديفرز وذ ذا ايج اوف ذا تشايلد. طبعا انه هذا الفيربال كوميونيكيشن تختلف هاي الصوتيه حسب الايج يعني اني مو مثلا ابو 3 سنوات احكي وياه مثل ابو 8 سنوات حسب الايج جروب. الفيربال كوميونيكيشن وذ يانجر تشيلدرن يكون وذ كومبلمنتري كومنتس فولود باي كويستشنز يعني خصوصا الصغار الكومبلمنتري كومنتس يعني يقول لك انه بما معنى انه يعني هو الحكي يعني خلينا نقولها العاميه الحكي مجاني فاني ابدي احكي وياه زين وبنفس الوقت اسئله هاي الاسئله اللي اسالها هي تكون يعني مو اجابتها بيسونو لا اسئله اخلي بيها كوميونيكيشنز يعني مثلا انت بيا روضه شنو اسم الروضه شنو اسم اصدقائك يعني مو انه يسونو خلاص لا احاول انه اخليه يحكي. Younger children like to ask about مثلاً إنهم مطين إنه الأطفال الصغار يحبون يحشون على ملابسهم. الكبار بالعمر يحبون إنه تسألهم مثلاً على activities, school landmarks. أوكي نسألهم هواي أشياء ممكن ندخل بعالم الأطفال نسألهم حتى على قنوات التلفزيون الألعاب اللي يلعبوها. اثنين establishments of communicators. أول شيء يعني أسست communications هسه هنا نجي على الكوميونيكيتر. الكوميونيكيتر يقصد بي اني بيرسونز ان ذا دنتال كلينيك هو كان بروفايد انفورميشن اي شخص بالدنتال كلينيك اللي ممكن اي يعني maybe any person dental clinic who can provide information هاي بالنسبه للكوميونيكيتر. Generally, the dental assistant should talk with the child during the transfers. يعني هنا أنا عندي مثلا حتى ال assistants هي نفسها وهي أثناء ما تأخذ الطفل من reception room إلى أن تجيب ليه للدنتال كلينيك هي تحكي وياه وتسوي communication وياه بس من توصل داخل الكلينيك فهنا أنا بعد دورها ينتهي لازم بعد ما تتدخل هاي الكوميونيكيشن راح يصير بعد على اليمن على الدنتست اوكي. مسج كلاريتي تكون واضحه الرساله اللي اريد اوصل لها اي شيء اطلب من عنده يساعدني بالشغل اثناء الكلينيك او حتى بالبيت لازم يكون
simple and easy to understand by the young child. Okay? ترى شوي راح اخذ من وقتك. عادي عادي. هسه مين لون It is important to remember certain points. أول شيء اللي لازم نتذكره أنه child may not respond to question immediately. إحنا ذكرنا هذا الشيء. أنه ما راح يستجيب مباشرة الطفل. لازم أعطيه شوية مجال ما بين ما يفهم أنا إيش دا أطلب من عنده حتى يجاوب. The comments that are given should be simple and with an ability to obey. هاي النقطة الثانية. لازم تكون الرسالة مالتنا simple وضمن قابلية للطفل. النقطة الثالثة أنه all the comments should be given in a positive language to not stimulate fear. وذكرنا إحنا على positivity بالحكي مالتنا. أي شيء لازم يكون positive thoughts with the child. ما أنطي أي شيء negative بحيث أنه ممكن يتحول إلى fear. For pediatric patients, dentist words substitute are like a second language. هاي أثناء ما شرحنا قبل شوية ذكرناها. قلنا إحنا نقدر نسوي substitution للكلام مالتنا. مثلاً قلنا الأسد إيش أقدر أقول عليه مثلاً صمغ. الماتيريالز اللي أستعملها مثلاً الفلورايد أقول هذا معجون مال الأسنان. زين فنقدر نسوي substitution للكلمات. ف it is important to select the words and the phrases that used. The classic example is the language label for doctors. أسوي مثال إنه هو من يسمع اسم دكتور هو راح يخاف إنه يعتقد بباله إنه هو physicians. فأني لازم أفهمه أكو فرق ما بين الدكتور وما بين الدنتست. أكو فرق ما بين إنه هو مثلاً من يروح الهوسبيتال ومن يجي للدنتال كلينيك. فلازم هاي الأشياء كلها نوضح الإياب. وأيضاً هذا الشيء لازم راح يكون أيضاً على عاتق البارنتس. إحنا قلنا شلون نتصل وياهم للبارنتس حتى عن طريق الميلز. شو يقول مثلاً؟ نعم. شو يقول مثلاً؟ أي شنو؟ على التمييز بين الدكتور والدنتس. يعني أنا مثلاً هو عنده في الباد هيستوري من الهوسبيتال على سبيل المثال. زين فيقول له أنا ما راح أوديك لهذا المستشفى. هذا يفرق. زين أنا راح أوديك هذا يفرق طبيب مال أسنان. هذا بس راح يفحص أسنانك. ليش إحنا نقول إنه الفيرست فيزيت لازم تكون جاست فور تشيك أب؟ فطبعاً إذا كان ما عنده هاي التشيف كومبلين. يعني إذا عنده تشيف كومبلين هاي مشكلة. بس هاي كلها إدوكيتنج للبارنتس إنه إحنا نسوي لهم إدوكيتنج إنه تجيبوه قبل ما يصير عنده بين. فنقول له احنا مثلا طبيب الاسنان هذا ما راح ياذيك ما راح يعطيك ابره. وفعلا اذا راح يكون الفيرست فيزيت وياه جاست فور كوميونيكيشنز او مثلا خليله فد فلورايد فد اشياء بسيطه بدون انه تداخل حتى ما يخاف من عندنا. فبهالحاله انه انا راح اكسب ثقته. اهم شيء خليه يجي يفوت يوصل. ماشي. نجي على الفويس كنترول. Sudden and firm comments are used to get the child's attention. أحياناً أنا أحتاج طبعاً الفويس كنترولز يفوت لي يعني بمنطقتين إنه أنا أما أكون firm أو بالفويس كنترول وأما أن أكون soft. فهذا ينطبق عليهم اثنيناتهم. فإذا يعني أخذت بحالة الفيرم إنه أنا حتى أجذب انتباهه للطفل. مثلاً هو دي يعيط ودي يبكي وكذا. فمن أنا أجيت أحكي وياه firm word أو شوية عليت الصوت زين حتى أجذب انتباهه for to get attention. وأحياناً ثانية إنه من أسوي modulating أني لل voice ماتي ويا child أني يعني طبعاً هو الأطفال يختلفون individuals تختلف كل واحد عن الثاني وهم حتى الأدلت يختلفون. بس مثلاً واحد يجي من أتعامل وياه soft والثاني ظل أتعامل وياه بهالطريقة ما يفيد. إذا مو شوية أكون firm وياه رأساً يخاف أحصل على الاتنشن مالته يسكت. يعني في ناس تعمل مثل ما نقول بعيني وأغاتي وناس لا. فأحياناً من أسوي موديوليتنج للفويس مالتي ويكون حتى أنه مثلاً تذكري لك أنه لايك راح يكون لايك ميوزك أنه راح يرتاح للموضوع. فهذا بالنسبة للفويس كنترول. ولازم هذا الشيء أيضاً نبينه للبارنتس قبل ما نبدي نشتغل.
شلون قبل شوي من قلنا بنخلي الهاندز على الماوس قسم يقول لك لا تصيح على ابني ما يقبل. فهاي الامور كلها احنا لازم نفهم لهم اياها قبل ما نشتغل. Influence behavior directly هاي ذكرناها is most effective. The voice control most effective when used in conjunction with other communication. The voice control طبعا ما تتخيلوش قد مهم للطفل. من انت حتى تحكي بالطريقة اللي هو يحكي بيها كل شيء يأثر عليه. Sudden comment to stop crying and pay attention هاي ذكرناها من يكون شوية firm وياه. هذه تكون necessary حتى to get attention وبالتالي حصل على communications وياه بهالطريقة و for future communication. Use the properly and correct situation. Voice control is an effective behavior management tool. The objectives my voice control واحد to gain the patient attention هذه كرناها and compliance التوافق يكون to avoid negative or avoidance behavior and to establish authority يعني السلطة انت تكون تسيطر على الموقف. هو البداية هو يبتشي وكذا هو مسيطر على الموقف بس من اتعامل وياه بهالطريقة انا راح اسيطر على الموقف. Indication like the uncooperative and the inattentive اللي هم يكونون يعني ما منتبهين. Okay. The contraindications the children who due to age يعني الكبار بالعمر the elderly أو هذه ما يفيد وياهم هذا الشيء والديسابيليتي والمنتال ايموشنال اماتوريتي هاي كلها ما راح تفيد وياهم. النون فيربال كوميونيكيشنز نجي على النون فيربال اللي هو اللا صوتي زين هذه المسج كان بي سنس تو بيشنت اور ريسيفد فروم ذم لايك البودي كونتاكت تاتش هذه كلش افكتيف يعني هذه انا بالنسبه لي اول شيء اسويه ويا البيشنت يجي هو مثلا الفادر او المذر اني اول ما ارحب به هلا وكذا وبنفس الوقت اني ازم ايده اني دا اشوفه اول ما فات كلش خايف ومتردد يفوت بس بنفس الوقت ما بين المذر اللي تحكي اني لازم ايده المذر تحكي او الفادر يحكي وياي يشرح لي كذا وكذا ونرجع عليه القى هاي الخوف اللي بي رايحه بحيث اول ما اقول له open your mouth رأسا يفتح حلقه اوكي فهذه اول نقطه لازم نسويها البادي كونتاكت also الاي كونتاكت الاي كونتاكت انه تخلي عينك بعينه من تحكي فتحصل على الاي كونتاكت وهاي العمليه تكون reciprocal اذا ما رجع لك يعني انه تشوفه انه ما يخلي عينه بعينك فانه اعرف انه هو بعد لحد الان ما مستعد يتعامل وياه لأن العملية لازم تكون reciprocal عكسية يعني. Non-verbal communications is the reinforcements and guiding behavior من خلال contact, posture and the facial expressions. قبل شوية مو حكيت من قلت لكم من اجتنا هاي الهانديكاب من قعدت هي بالقاع وياها يعني طبعا هاي يحتاج إلى يعني الدنتست يعرف شلون يسوي management. اني بس مجرد انه وين البوستشر مالتها اني هم نزلت يمها زين ورا شوي هي قالت لي ادق على الشير فالبوستشر مهم and also facial expression detecting rapid heart beats noticing the perspirations of the face هذه كلها انه indicate that the child is nervous. تعبتوا؟ When the dentist talk to children, every effort should be made not to tower above them. Sitting and speaking at eye levels allow the friendlier and less high hygiene. Three messages we want to send them to the child. أول شيء أنه أنا إيش أوصل له طبعاً خلال non-verbal communications اللي قلنا أما eye contact أو touch. أول شيء أنه أوصل له I see you as an individual and I will respond to your needs. يعني أنا دا أحس فيك. أوكي؟ هاي وحدة. والنقطة الثانية راح يعني أحسسه بأنه أنا I am skilled and I have a knowledge. يعني أنا فاهمة الموضوع
وما راح أذيك. النقطة الثالثة able to help you and will never hurt you. شو هنا ثلاث نقاط بس هي وحدة من داخلها بالثانية. يعني بنفس الوقت أنا أوصل له معلومة أنه أنا حاسة بيك وما راح أذيك وراح نخلص بسرعة وما راح تحس. هي هذه مختصر ثلاث نقاط. The objectives من non-verbal to enhance the effectiveness of communicative management technique effectiveness زين and to gain or maintain the patient attention and compliance. الإفكتيفنس اللي احنا ذكرنا انه انا اريد احصل كواليتي مو بس مجرد اشتغل وخلص كواليتي. والنقطة الثانية انه انا احصل على الاتنشن زين مال بيدو. كونترا انديكيشن تشيلدرن طبعا نفس الشيء اللي قلنا انه يكون الالدرلي جروب والمنتال ريتاردد. A problem ownership. أكو مشكلة بالنسبة للدينتست أنه مثلاً بالوضعيات اللي تكون البيشنت يكون uncooperative كلش ويصرخ ويصيح ينسى أنه هو ده يتعامل ويا طفل. فأكو بديل يعني مكان ما أقول له اليو مسج يعني إحنا مفروض نستخدم الآي مسج. يعني شلون؟ تبدي تعطي اوامر يعني تنفعل يخرج الموضوع عن السيطره وهذا طبعا المفروض ما يصير. اوكي فمثلا ما كان ما اقول له يو ستوب ذات ايميديتلي اقول له اف يو دونت ستاي ستيل وي ويل هاف تو هولد يور هاندز. المهم خلي اوضح لكم اياها. ممكن اقول له اذا انت يعني انا ما راح اقدر اخلص شغلي اذا انت ما راح تساعدني. ما كان ما اقول له كافي اسكت شلون كأنما احول الملامه عليه. واضحه الفكره يعني شويه نسوي موديوليشنز. خلي شويه نمشيها. Encourage that choose of you is attending this cry the contact to help shape confidence. نقدر نستخدمها اليو مسج اقدر استخدمها positively. مثلا اقدر اقول له you are staying so still يعني ذاك اليوم صارت patient وياي اهله قالوا له احنا راح نعوفك ونروح. انا راسا داردت الموضوع قلت له انا راح اخذك وياي خلي عوفك انا اخذك وياي. فاحنا نقدر نسوي موديليشن اوكي لانه هو هم حكوا هالشيء وما خربطوا لي الدنيا كلها. انا بالقوه مقعدته هو قال له راح نعوفك ونروح راسا عينه دمعت ترى يصدقون هم بيدو كما قلنا بالبيش انت اخوك بيدو قال لك كذب عليك شفت. الاكتف ليسننج listening it's so important. انه اني لازم يعني شي يحكي الطفل اني اعير له اهميه. هاي فالشي كلش مهم انه انت تكون good listener للتشايلد. يعني هو يعني human الطفل اوكي فاحنا مو نتوقع انه هو ما عنده يعني feelings لو مثلا انا طفل ما ادير له بال. ترى هذا يبقى بباله كل شيء يبقى بباله. فاني من اكون good listener الى بالتالي راح يعطيني good communications. Should have a good listening from the child during treatments. ليش؟ لأنه نقول إنه the active listening is the second step encouraging the kind of well communications. Listening is important in treatment of children. Express their feeling by word and by action. فأني كل شيء يسوي أي كلمة أو أي action يسوي لازم أخذه بنظر الاعتبار. Listening to the spoken word may be more important in establishing a rapport هي معناها relationship يعني مستخدم في هاي الكلمة with the other child older العفو older children whereas attention to non-verbal behavior is often more crucial in guiding the behavior of younger children. Non-verbal زين اللي هي قلنا عليها مثل eye contact والtouch هذه تكون أكثر effective بمن بالأطفال الأصغر عمر والverbal والlistenings وهاي كلها الكبار بالعمر هاي
هم كبار وصغار، هو كل انه احنا المفروض نكون good listener. Whether the child says I'm scared، يقول لك فانه انت لازم توقف شغلك وتعطيه اهميه وتعرف من عنده. هسه هنا ما يعني لا تشتغل، وانه هو من يقول لك فالكلمه تعرف من عندها انه هو خايف، فاحاول ارجع الكوميونيكيشنز وياه. Not ignore what the child is feeling. The patient is stimulated to express feelings and the dentist does the same as a necessary process in communications. نفس الشيء يعني يكون reciprocal التعامل وياه. The appropriate response. Another principle with communication with children is that the response should be appropriate. Then to the situations هذا الريسبونس يعتمد على شنو؟ الاكستنت اند نيتشر اوف ذا ريليشن شيب. يعني الريسبونس احنا كنا قبل شويه من حكيت لكم على البيشنت لازم يكون عنده توليرنس، العفو الدنتست لازم يكون عنده توليرنس، عنده طاقه ما التحمل، ما يعصب راسا. اوكي فهذا بالتالي احنا نسميه ابروبريت ريسبونس. هذا الابروبريت ريسبونس يعتمد على عده اشياء، انه اني كمية الريليشن شيب اللي ويا تشايلد، هو أول مرة أكثر من مرة جاييني، علاقتي بي زين، the age of the child and evaluations of the motivations of the child's behavior، عمره حسب عمره أني أتعامل وياه. والنقطة الثالثة المهمة أنه هو هل أنه طفل motivated or not حسب درجة motivations. رح نخلص دكتور مهواية الانابروبريت ريسبونس would be a dentist displaying extreme displeasures with an anxious young child on the first visit. يعني مثل ما قلنا انه ال first visit لازم يكون، هاي طبعا so important على ال يعني انه يسوي communications with the child. On the other hand, if a dentist has made arrived with a child who then display unacceptable behavior may well express a disapproval without losing personal control. يعني انا ابين له انه انت اللي تسويه غلط وانه اني ما راضي، بس بنفس الوقت زين اسوي كنترول على التصرف مالتنا، وانه اي شيء له علاقه مثل ما قلنا اي مشاكل بالبيت او كذا هذه ما لها علاقه بالشغل. ما اقولها انا ضايج بالبيت بس بالشغل ما إلى علاقة. أوكي كملنا، ما راح أقولكم عن questions يا دكتور علي قاعد.